لا يقتصر دور الإعلام على إخبار الناس بما حدث، بل يتعداه ليشمل إرشاد وتوعية متلقي الرسالة الإعلامية. وتبرز أهمية التوعية جلية حين الحديث عن الإعلام البيئي. الإعلام البيئي إعلام متعب وبحاجة إلى وقت. إذا لم يكن هناك قناعة لدى الإعلام بأهمية رسالته الإعلامية، سيكون هناك خلل كبير في نتاجه الإعلامي. المخاطر التي تتعرض لها البيئة الفلسطينية نتيجة سلوكيات خاطئة أو تجاوزات تفرض على الإعلام أن يمتلك زمام المبادرة باتجاه نشر الوعي والتمسك بالممارسات الصديقة للبيئة. هنا في مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة الذي تشرف عليه وزارة الحكم المحلي، كان للإعلام نصيب الأسد في القدرة على نشر الوعي بالظروف البيئية والصحية، فجاءت الورشة في هذا السياق، وقد رسمت خلالها الخطوط العريضة للتواصل مع أفراد المجتمع لتثقيفهم بالقضايا ذات العلاقة بالبيئة. لمسنا أنه في كتير اهتمام من قبل الإعلام، سواء كان المرئي أو المسموع أو المكتوب، بس ممكن ما كانوش عارفين وين يتجهوا أو وين المكان المناسب حتى أنهم يقوموا بتغطية هاي الحملات البيئية والنشاطات البيئية. المشاركون اتفقوا أن العمل المنظم والمنهجي هو الذي سيحقق الأهداف المطروحة، كما ضربوا موعدا للقاء قادم للبدء في برنامج إعلامي حول قضايا بيئية. في الوقت الذي تتصاعد فيه أهمية الإعلام البيئي كإعلام متخصص، فإنه لم يحظ حتى الآن بإقبال الكثير من الإعلاميين، إلى جانب أن الكثير من أصحاب القرار يعدونه ترفا زائدا، هذا إن لم تتعارض المصالح أحيانا مع الحفاظ على البيئة. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.